شريف مطر، دكتور شريف مطر، بين الجسرين موقع، جيته الأسبوع اللي خطف وصورت لكم وياه، ظني سولفنا شوية أقل من دقيقة، شفنا عنده أجهزة مش موجودة عند أي مكان آخر في جنتية الدولة، موجود في مكان واحد وهو الشخص الثاني اللي عنده الأجهزة هذه. بكرة بنسير عليه الساعة 11 بين الجسرين، وبنصور مكانه وبنسولف وياه وبنخبركم شو المميز وشو الجديد من الأجهزة المميزة عنده اللي مش موجودة عند أي عيادة ثانية غير عند مركز شريف مطر. بكرة إن شاء الله على الساعة 11 بنسولف وياكم عنده. أول الله. دواركا وير از ماي شيفينج فور حلاقه ماكينه جالس ماكينه يوانت ماكينه ولا ذا سمول وان نو نو ذا سمول وان هير ذا ام الحنايه تولد هير يلا وميك اب يو ام ببولين يا بو فوقي يا ماتني يا مام يا كابينت يا بابا يا سوا يا كابينت غاني هيو كان سيو كابينت ماري بابا انا كانغا ماري كاميرا اوكي ikikosa hapo uwele wa kabineti ya baba mahali anawekanga cream wala anawekanga shampoo. Okay, sawa. Okay, sikiza basi sababu madam ukao kiamisa. Ukikosa hapo uende kwa kabineti ya madam chini. Tudroto wake chini hapo chini utaangalia siko mingi sana. Okay, sawa basi. Thanks. Salimia mama. مدام مرارة صح مما لطيفة نحن الحين ندور شو مكاين الحلاقة لما هب المكاين لمواس مال الحلاقة يابين كمية ولا أدري بهن وين وما حد يعرف موقعهن إلا محمد ودواركا وبهنتين هنا بوي سيارات الدمام وام الحناي بوي ما أدري وين محطوطات المكاين الحلاقة واليوم يوم الحلاقة والويهم جش عرب كبرة هذه مصيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة أنا أول ما أصبحكم بالمقصر. اليوم بارك الله فيكم شوية يوم الحلاقة الدولي أو العالمي. لنزلقنا الوي وعدلنا وزيّلنا عسب يظهر شوية شاهد. تأخرت على الجماعة. وحين باجي عندي. شوف صالح. شوف. ها ها ها. ها ها ايش عندك؟ وليش جالس على كرسيي؟ خذ قاعد على كل الكراسي كلها. شوي صباح الخير. تأخرت يا محسن يلا بس احنا بنمشي. عندك 10 دقائق، 5 دقائق بعد. يلا يلا. بروح عندي شغل حبيبي. ها؟ زين انا ما بتأخر حبيبي. بصير بين الجسرين. عند عيادة شريف مطر، دكتور شريف مطر. تعرف هذا منو؟ هذا؟ هي منو هذا؟ هب قلت منو شو اسمه؟ مزز لا هب مزز هذا مزز؟ مزز شواربه؟ لا محسن مزكس صلاح حبيبي لا قول محسن مزز محسن مزز محسن مزز هو بيقولها بس بيستعبط اخوك صلاح قول محسن مزز مصمم صلاح ما يقول محسن إن شاء الله دوم الأخبار طيبة. أول شيء من الأخبار الطيبة اليوم سيارتي للدكتور شريف مطر. عيادة الدكتور شريف مطر عيادة متكاملة فيها كل ما يسر الإنسان اللي يبى يتعبل من عمره. من أوصل بخبركم عن كامل الأشياء هذا أول. أحب أجي أوريدي يعني المفروض أكون لازم وصلت هناك. وحين متأخر تقريبا 3 دقائق واجي 3 دقائق عسى بوصل. بيقول متاخر 6 دقائق ما عندي مشكله غلط لك ايش اسوي لا حول ولا قوه هذا اولا ثانيا من الاخبار الطيبه اليوم احتفاليه سلطنه عمان احتفاليه سلطنه عمان في ابراج الاتحاد اليوم الساعه 7:30 احتفاليه مميزه مثل كل سنه تكون احتفاليه مميزه وجميله وحضور كثيف شيء جميل لان عمان صدقان ويا العرب كلها فالناس كلها تي وصلت ابوي منطقة بيت الجسرين وتحرى بيت ابوي سيدي دخلت سيارتي في طبيلتهم في الجراج وهذه ابوي هي العيادة عيادة الدكتور شريف مطر تحيدوا هاك اليوم هني وقفنا انا والدكتور
عيادة الدكتور. السلام عليكم. Good morning. صباح الخير. Good morning. صباح الخير. صباح الخير. الدكتور موجود؟ شكرا. عيادة التمه. هذا يقول كل اختصاصاته. الحين اللي ما يدري يدري واللي يدري اللي يدري يدري واللي ما يدري بنخبره. الحين الصور كل حرين. أبوي 90% من ريايل الكون كلهم أبوي أيون يتعدلون يتكشخون. الريايل بعد ما بلى الحريم. الحريم يهونن الريايل حينة. ومش غلط ترى، مش غلط إن إنسان يبي يتعبل من عمره، يبي يلاحظ عمره، يعني مش ما أعتقد إنه غلط. وهذه هذا دكتور شريف مطر، أخصائي جلدية. أخصائي جلدية. السلام عليكم دكتور، كيف الحال؟ كيف أنت؟ الله يسلمك، الله يحفظك، بارك فيك، فرصة سعيدة. بارك الله فيك. مثل ما تعرفون أنا حاليا عند دكتور شريف مطر، والدكتور موجود مشاهدني وهو بيعرفكم عن نفسه. دكتور ياريت تتعرف لوالدك عن نفسك. أنا دكتور شريف مطر، دكتور مصري مقيم في الأمارات بقالي أكثر من 20 سنة. اشتغلت في كذا مكان وفتحت المركز بتاعي هنا بقالي حوالي 3.5 سنين. اتعلمت في مصر طبعا الجلدية، وبعد كده لما جيت هنا الامارات بدأت ان انا اتخصص اكتر في مجال تجميل الجلد، واخدت دورات كتيرة تدريبية سواء في اوروبا او في امريكا. وين دكتور؟ وين؟ يعني كنا بنروح تمالي فرنسا في باريس وكده، وكمان رحت امريكا في بيفرلي هيلز عند دكاترة هناك، واتعلمت حاجات كتيرة قوي في الاماكن دي. وين؟ انا اللي عرفت انك انت كنت في مركز من اكبر المراكز في الدوله. مزبوط. وسبتهم. يعني انت استكترت نفسك على المكان هذاك. لا طبعا هم اصحاب فضل علي. ما علي دكتوره، مش قصدي اني يعني اكيد انا الحمد لله قعدت عندهم فتره حوالي 15 سنه. 15 سنه في المركز الكبير هذا اللي هو اهم مركز موجود في الامارات كلها، وممكن في العالم كله، له فروع في العالم كله. إيه، وكان اهتمامهم الكبير فيك أنت أكثر واحد، والشغل كله عندك أنت. فأنت قلت في خاطرك ليش أنا بس أجلس عندهم، ليش ما أفتح لي روحي عيادة؟ أكيد. وهذا مطمع لكل إنسان في الدنيا العودة. أكيد يحب يكبر. نعم. أكيد. وأنت ما سويت إلا الصواب وسويت الشيء زين، والحمد لله سيرك في هال3 سنوات في هالفل المميزة والموقع المميز يدل، وزحمة العالم اللي عندك وكثرة العالم اللي راسلوني وقالوا أنت ما يحتاج أبوي تعرف بالدكتور شريف مطر، الناس تعرف حتى الجن يعرفونه. والله العظيم دكتور أمس حتى في شويهات في البحر شباب أولاد عمر الورد يقولون نحن سرنا حق الدكتور، دكتور ممتاز عندهم أمراض جلدية. أسألهم أقولهم شيء خبأ، قالوا 100%، قالوا ما يحتاج أصلا أنت تقول. الله يخليك. هي والله نحن وهاليتنا وصدقانا اللي قبل هالسنين كلهم يعرفونك، الأول يعرفونك في المركز الرئيسي، وعقب يوم تحولتني كل اللي هناك ودروهم يو عندك أنت. لكن نحن أكثر شيء نعرف الناس بالأوفرات اللي أنتم مسوينهن والخدمات اللي تقدمون. لكن نبتدي أول شيء، شو من الخدمات اللي تقدموهن دكتور انتو؟ دكتور شو سر بشاشة وجهك وجماله؟ الله يخليك. هي انت جميل. تكرمك ده من ذوقك. هي والله. الحمد لله، يعني الواحد ده بيحاول ان هو يرضي ضميره بشغله، وان هو يعمل اللي عليه، وان هو يجتهد في المهنة بتاعته، وان هو يطور نفسه على طول، وزايد محبة المرضى، يعني محبة المرضى. الله يحاول. والمراجعين رضاهم عنا ده اهم شيء. إن كان ذكر أم أنثى، حرمة ولا رجال، شو طرق العناية بالبشرة؟ أهم شيء طبعاً الواحد ينظف بشرته بشكل كويس، فيستخدم غسول وطونك يكون مناسبين للبشرة بتاعتهم. تاني حاجة إن إحنا لازم نحط واقي الشمسي بشكل يومي ويكرر كل 2-3 ساعات. ريايل ولا حريم؟ كله، لأن العدو الأول للبشرة بتاعتنا الشمس، هي اللي بتوسع البسام، هي اللي بتعمل البقع، هي اللي بتعمل التجاعيد، كل الحاجات دي. أيوة. زائد نشرب ماء كويس، لازم على الاقل نشرب في اليوم 2 لتر ماء، وناكل خضار وفاكهه فريش كتير، ده بيساعد على نضاره البشره بتاعتنا. زادك ما شاء الله عليك. سجل هاي، ما عليه دكتور. عيالك يشابهونك ولا يشابهون امهم؟ يشبهوني، في شويه مني شويه وشويه من امهم. ما في حد عينيه خضرا للاسف. ليش قبيبه؟ دكتور شريف وين بنروح الحين؟
انا هذا الغرفه اللي جنبينا هبدا افرجك على المركز غرفه ان شاء الله. زين بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي عباره عن شو دكتور؟ دي غرفه بنعمل فيها بعض البروسيدجرز زي الفيلر زي البوتوكس زي الخيوط. فمكان واسع. الخيوط مال شو دكتور؟ الخيوط. الخيوط ديت عشان شد البشره، في ناس بيكون عندهم كثير ترهل مثلا في منطقه الرقبه، في منطقه الفك، في الوش، وما بينفعش معاهم لا الفيلر ولا الخيوط ولا البوتوكس يعني. ففي الوقت ده بنلجا لموضوع الخيوط. الخيوط هل نوع ولا نوعين او ثلاثه؟ كذا انواع طبعا عندنا. جميع الانواع المعروفه. في الامريكي، في الجورجي، في الكوري. زين، كل حاجه بقى لها استخدام خاص بيها يعني. نعم نعم. اللي بيسوي شد مثلا للترحلات اللي في اي مكان تكون ترحلات عاده يعني، ممكن اول حاجه ممكن في نعمل شد للمكان ده، احنا بنعمل شد للفك نفسه. زين، وشكل شد لمنطقه الرقبه، هل الحناحين والرقبه كمان هي يعني. هل هذا من بعد الشد هذا ياخذ وقت لين؟ طبعا. النتيجه متى؟ النتيجه بتبان بالتدريج خلال 6 أسابيع، لان نعم. الخيط ده بيتكون حواليه كولاجين. نعم. عشان يتكون بشكل كامل ويبدا يتفاعل الجلد بشكل كويس بياخد تقريبا حوالي 6 أسابيع. واكثر الناس من اللي يجون حق الموضوع هذا، رجال ولا نساء؟ هو بس الاثنين بيجوا، بس اكثر طبعا النساء اكثر. نعم. بس المهم قوي نقول للرجال، لان الرجال احيانا بيبقى الجلد بتاعهم سميك شويه. فالفيلر والبوتوكس ما بينفعش في بعض الحالات، فمحتاجين حاجه شد بشكل كبير. ايوه. فالخيوط بيكون لها حل كبير للموضوع ده بالنسبه للرجال كمان. هل وضع الخيوط هذه ياخذ بنج، يحطون له بنج ولا موضعي، وكم فترة الشغلة هذه تاخذ؟ هو طبعا في حاجات بنعملها تحت تأثير بس مجرد كريم بسيط للحاجات الموضعي. موضعي. في بعض الحالات بندي زي ابر تخدير موضعي برضو، زي لو تروح عند دكتور اسنان بيديك ابر تخدير كده من خلال المكان. نعم. عشان يكون المريض مرتاح ما يحسش باي الم. نعم. الشغلة دي تقريبا بتاخذ حوالي ما بين ربع ساعة لنص ساعة طبعا المساحة اللي احنا بنشتغل. نعم. في حالات طبعا يكون محتاجين الوش كامل مع الرقبه بتاخذ حوالي 45 دقيقه ساعه. يعني ما بوايد. ويطلع ابدا نمبر 1 فل. مده فعاليه الخيط هذا من بعد 6 أسابيع، شفت انا وجهي هي غدا رقم 1 راحن المطاميط وراحن ليلود وراحن الحناحين، كم اتم على هالفتره؟ او كم تتم الحرمه على هالفتره؟ بيقعد في حاجات تقعد كم شهور، في حاجات تقعد بعد سنه ونص. الحلو فيه هو بيقعد فتره طويله. تبع هو الخيط نفسه، في حاجات تقعد 8 شهور و9 شهور، في حاجات تقعد سنه ونص. شيء طبيعي، ابو سنه ونص يكون شوي اغلى سعره. يكون اغلى شويه. اغلى شوي ولا وايد؟ مش كثير مش كثير. شو اسعار شغلكم اللي تسوونه هني مقارنه باسعار العيادات الاخرى؟ احنا اسعارنا وسط. احنا خاص ولا احنا غاليين. لان لو غالي طبعا بيستوي يعني. نعم. لكن اسعارنا معقوله وافوردبل بالنسبه للناس كلها. والفيلر والبوتكس هاي اللي انتم تسوونه، هل ان شو الفرق بين اللي انتم تستعملون المواد هذه والناس اللي غير العيادات الاخرى؟ نحن ما نخص حد لكن بصفه عامه. طبعا هو في السوق في كل حاجه، في الكويس في الوحش يعني. في الامريكي وفي الاوروبي وفي الكوري. نعم. وفي الصيني. نعم. طبعا اللي بيحافظ على اسمه واللي بقاله فتره طويله في البلد لازم يجيب الحاجات الغاليه. اللي هي تقعد مع المريض فتره طويله وتبيض وشه. نعم. لان لو انت المريض سويت له شيء وما قعد معاه فتره اكيد هيروح لغيرك، او طلعت النتيجه مش اوكي، او حصل له مضاعفات، ده طبعا بيتاثر على سمعه المكان. نعم. احنا بنجيب احسن انواع واغلى انواع من الفيلر والبوتوكس عشان في الاخر المريض يستفاد. دكتور انا طمعان في شيء واحد. في امكانيه تخبرنا اسم المركز اللي كنت وياهم قبل ولا ممنوع؟ لا طبعا، ازاي بقى؟ والله مركز انا اشتغلت في مركز اوباجي من سنه 99 لسنه 2000. اوباجي يعني. هذا الكمبني العود. Yeah. انا توقعت انك ما بطيء تخبرني. لا لا ازاي بقى؟ لا مش ممنوع صح؟ لا طبعا بالعكس، لا مش ممنوع طبعا، وهم زي ما قلت لك اصحاب فضل علي كبير. بارك الله فيهم وفيك. شكرا. دكتور الحين نحن خلصنا من مال الخيوط والبوتكس والفولار. Yeah. وين الحين شيء؟ شو عندكم؟ شو من الخدمات؟ انا هوريك بعض الغرف اللي عندنا مثلا اللي فيها ليزر. مثلا ليزر الشعر. الطرف هذا. دكتور انت خبرتني قبل شويه عن البوتكس والفيلر. تمام. في ناس يسوون بوتكس وفيلر وتطلع اشكالهم مثل سحر الشريره والشريره وهذا الليله والذئب والرجل الاسد هذا. زين شو الفرق؟
لا هو الفرق طبعا التكنيك، يعني الواحد طبعا الحمد لله بقى لنا 20 سنه في الشغلانه ديت، وبنحضر على طول حاجات جديده ودورات وورك شوب وحاجات زي كده. دلوقتي الفريق التكنيكي الجديد احنا بنخلي الوش طبيعي، يعني مثلا بالنسبه للفرق ما عادش موضه الغزوز او البراغيم الكبير. ايوه الفريق الجديد دلوقتي احنا بنعمل شويه شد فبنخفف الخطوط اللي في وشنا، الوش بيكون طبيعي، وبنحسن بكميات قليله بنوزعها على كذا مكان في الوش في الاخر المريض مثل الرتوش يعني. بالظبط كده، فالمريضه تطلع عندنا مرتاحه وتحس وشها مشدود مش منفوخ. ايوه وبعد كده بعد اسبوعين بنشوفها مره تانية، لو احتاجت مثلا بعد اسبوعين اي رتوش بيكون افضل، يعني اضافه بتحطوا لها زياده مثلا لان لو حطينا كميه كبيره مره واحده مو زين بيطلع شكله مش حلو. على هالاساس سووا موعدين، موعد الحين بعد اسبوعين بعد اسبوعين النتيجه بانت بنقدر نزود لو في شيء ناقص ولا بالضبط. لكن زايد ما تحطون، تحطون ناقص علشان لو بغيتوا تزيدون زيدوا. بالضبط. ام الله يرحمها كان لها مقوله شهيره تفضل تقول لي احب احط ملح قليل احسن ما احط ملح كتير والاكل يتكرر بعد كده. الحين في وين دكتور؟ احنا دلوقتي في غرفه جهاز مورف لاين ده. اها يعتبر من الاجهزه الممتازه لها استخدامات كثيره قوي في مجال الدم. نعم مثلا اول حاجه مثلا على التاتو. التاتو الوشم. نعم في ناس طبعا بيساوي تاتو مثلا الحواجب مثلا بيساوي مثلا البدو مثلا بيساوي تاتو هنا وهنا وهنا الجنسيات المعينه وتبقى عايز تشيله. الطريقه الوحيده هو ازالته عن طريق الجهاز اللي الجهاز هذا. زين دكتور التاتو هذا عشان ازالته كم جلسه او حسب العمق؟ طبعا الله ينور عليك، لان هو الليزر بيشتغل على طبقات التاتو عاده، لو كان بروفيشنال بيتعمل على عده طبقات. نعم فالمريضه بتحتاج تقريبا عده جلسات. اها بيكون بين الجلسه والثانيه حوالي 4-6 اسابيع، التحسن بيكون بالتدريج. اها كم جلسه؟ الله اعلم، لو كان سطح ممكن جلستين، لو كان عميق ممكن 10-15 جلسه. أنا قلت للدكتور يبنده لأنه كان حاشر إنه ما رم نسمع الكلام. زين شو بعد الاستخدامات الأخرى اللي بنستخدمه؟ مثلا في الناس اللي عندهم النمش بيساعد على إزالة النمش برضو على جلسات. دكتور صبر صبر، والكلف؟ والكلف طبعا بعد. أكيد أكيد طبعا يا سلام سلم يعني. بس طبعا بيكون معاه كريمات، لكن هو وحده الكلف مش كفاية. فبنستخدم معاه كريمات وبنستعمل كمان الليزر. وبيستعمل كمان لتسكير المسام شوية، الناس اللي عندها مسام متوسعة والمسام توسعت من الشمس شيء طبيعي. من الشمس والبشرة الدهنية، أنت عارف لما البشرة الدهنية طول النهار الدهون بتضخ في الجلد فبيوسع المسام شوية. والناس اللي بيسوي بخار كتير وحاجات زي كده برضه بيوسع المسام. أيوة. وأكثر استخدام اللي هو الحريم يكون عندهم شعر وبر مثلا في الوش أو في الجسم ومش عايزين يسوي الليزر العادي. ده بيشجر شعر الوش. منطقة الحواجب، منطقة الوش، يعني بدل ما تسوي إزالة شعر تقدر بدل الأكسجين بتعمل هي الأول الحين كله أكسجين حشرات لنا الحريق مو بسيط، بيعمل التهابات في الجلد ويحسس الجلد عندنا. فكان الحين يحطون هذا الجهاز هذا ده فبيشجر الشعر. والحلو فيه والمدة كم؟ يعني حلو فيه إن هو بتعمل جلسة كل شهر بتشجر الشعر على طول، وبعد يومين ثلاثة بيتيح الشعر وخلال الشهر بيطلع مرة ثانية. يعتبر حاجة استفادت منها ان هي شجرت شعر وش وفي نفس الوقت بينشط الجلد يكون كولاجين. سبحان الله. في شيء ثاني بعد دكتور؟ لا كده تمام. والغرفة هاي شو دكتور؟ دي غرفة ليزر، جهاز ثاني بنستخدمه لإزالة الشعر. هذا الجهاز الحلو في الجهاز ده ان هو فيه موجتين، في موجة بتشتغل على الشعر البشرة الفاتحة الناس اللي بشرتهم فاتحة، وموجة تانية للناس الأماكن عندها غامقة في جسمها أو للبشرة السمراء. فبالطريقة دي آمن لجميع أنواع البشرات. من ضمن استخداماته التانية كمان هو بيساعد في علاج البقع العروق. شو يعني العروق؟ يعني مثلا في ناس بيبقى عندهم مثلا عروق زرق مثلا تحت العين هنا، شعيرات دموية موجودة هنا. هي الأحمر ساعات اللي تير الحمد لله ما في يعني. انزين؟ فده بيساعد كتير قوي انه يسكر العروق ديت على جلسات، يعني من جلستين لخمس جلسات بتلاقي العروق بيختفي تماما. هذا الجهاز. وفي ناس كمان بيكون عندهم هالات سوداء. كيف دكتور؟ يعني في ناس بيكون عندهم هالات سوداء بس تحت العين وفاكرين هو عندهم تصبغات. فده ما بيكونش احيانا ما بيكونش سوداء. هالات السوداء وين تطلع حد؟ اللي هي تحت العين. السواد هذا. السواد. هذا يكون من السهر دكتور ولا؟ من السهر ممكن يكون في تصبغات او ممكن يكون في عروق زرق كبار موجودين في المكان ده. وما يبين العروق، يظهر بس السواد. بالظبط كده، فاحنا لما بنشد الجلد شويه بنشوف في عروق زرق موجودين هنا. زين. في الوقت ده الجهاز ده بيفيد كتير.
بعد جلستين ثلاثة بتحس الدنيا نورت معها والسواد خف وبرد كبير. سبحان الله. دكتور الجهاز هذا موجود عند عدة عيادات صح؟ مزبوط طبعا. لكن أنتم تتميزون في الشو؟ التميزين للبنات اللي عندي هنا بقى لهم حوالي 8-9 سنين معايا. أيوة. وأنا عملت لهم تدريب شخصي بنفسي على الجهاز ده. نعم. فبالطريقة دي بتتميز الشطارة والمهارة. الشطارة والمهارة والأمان والخصوصية زي ما مشاه كده مكان خاص في الحريم بالنسبة لنا أو رهيل بيكو هنا ما فيش أي مشاكل. مثلا يا ريال ما يبي حد يشوفه كيف كيف بموعد يعني كل مواعيد مواعيد والوقت اللي يدخل اي حد هذا زيد ما يشوف عبيد اكيد طبعا وميثا ما تشوف حمده لا لا وسلامه ما تشوف عفرة اكيد دكتور مين عفرة اختي شمه اكيد نحن وين سايرين دكتور احنا طالعين على طابق الفؤادي نعم عندنا في كذا وعندنا دكتوره في عندنا قسم التجميل هنا نحن على أساس طلعنا الدور الثاني الأول هذا الحين هذه الغرفة نو فيها وليش نحن رايحين هنا غرفة الدكتورة نانسي ديت دكتورة معانا هنا في المركز طبعا في حاجات للخصوصية في بعض الحاجات الحريم ما بتحبش تروح عند الرجالة فعندنا ديت حرمة بتقدر تشوف الحريم وبعض المشاكل الخاصة بيهم بتقدر تساعدهم حاجات في الجسم حاجات في الشعر الحاجات دي كلها هي ما شاء الله عليها ومدربة تدريب جيد هي تدريب لنا فنيها تعرف ان احنا جايين؟ اكيد طبعا وين واحد جاي خلنا الغرفه هنا وين من هذه؟ عن خويا السلام عليكم دكتوره ازيك؟ الله يسلمك كيف حالك؟ تمام اشكر ربنا يا مرحبا دكتوره الله يسلمك اخباري اخباري طيبه وعلومي زينه ومداميه هالمكان الفنان ان شاء الله انا بستفيد وغيري ذكور واناث كان ايوه اقدر اصور واقدر اسوي اللي انا اريده واتقابل مع الدكاتره لازم يكنسلون كل مواعيدهم فاليوم تكنسلت مواعيد المستشفى كامل على اساس تلقطون الدنيا هاديه ولا شيء صوت ولا صريخ ولا حتى حد يتنسخ ليش؟ لانه ما حب يكون مراجعين يبون حد يشوفهم او إن برغم ان الشيء هذا مش غلط ولا بعيب ولا بمنقود ولا بمنكر ولا في شيء من المناديد يا غير حنا حنا جماعتنا ما شاء الله متحسسون كل من شافوا شيء قال طبيعي طبيعي حيد هني قطعة سودة قال طبيعي دعيت وأصبحت الصبح مش موجودة ما أدري شو حطيت عليها كركم وهي هاي أبوي عند الدخاتر وشالين الدنيا كلها منورة يا دكتورة شيء طبيعي ما فهمتي ولا شيء من اللي أنا قلته صح شوي دكتورة شو اختصاصك وشو مجال عملك انا اساسا مين لي يعني التخصص اللي انا خدت فيه الكورسات بتاعتي وخدت فيه الدبلومه بتاعتي هو اعطوب التجميل نعم ده تخصصي الاساسي ليش المراجعين يجونك ليش مراجعينك ليش يجون انا ما بقول مرضى مراجعين تمام طبعا اهلا وسهلا بكل الناس بس اكيد اللي بيحب يجي عندي بالذات بيحب يجي عشان يبقى احلى بعد بالظبط مضواج شو الشيء الضروري اللي انت او شو الشيء اللي ميزك عن باقي الدكاتره شو فيه تميزه اولا احنا عندنا كذا حاجه احنا مميزين فيها ومختلفين عن الاماكن الثانيه اولا احنا مختلفين بالبرودكت اللي احنا بنستخدمها في اي تريتمنت نعم. يعني اي علاج احنا بنستخدمه احنا بنستخدم فيه برودكت مختلف تماما عن اي مكان بره نمره 2 الهاندلنج طريقه تقديم الخدمه دي الخدمه دي ممكن تكون متقدمه في كذا مكان احنا برضو بنقدمها بطريقه مختلفه لان التدريبات بتاعتنا اللي احنا اتدربنا عليها برضو في اماكن مختلفه من الحاجات اللي احنا بنشتغلها بطريقه مختلفه خالص جهاز الالثيرابي جهاز الالثيرابي ده جهاز مين لي علشان شد الوش وبنقدر نشتغل من كمان على الرقبه وبنقدر نستخدم على منطقه الديكولتي ايه المنطقه الاعلى الصدر ايه ديكولتي ديكولتي باي لغه ده احنا مميزين فيه جدا هنا بنقدر نشتغل بطريقه مختلفه خالص واخدين فيه مور ادفانسد تريننج يعني هذا هو الجهاز صح بالضبط زين هذا موجود عند ناس وايد بالضبط زين لكن انتم شو يفرق لما يكون عندكم الجهاز وعند ناس اللي غير شو اللي يميزكم انتم احنا اكتر حاجه بتميزنا فيه حاجتين اولا طريقه الهاندلنج اللي احنا بنستخدمها نعم. ثانيا ان احنا الريزلت بتاعه الجهاز بتبان ايميديتلي يعني احنا شغالين الناس بتشوف حوالي 20% من الريزلت
من التغيير اللي هو المفروض يحصل. والله طبعا التغيير هيقعد على مدار شو التغيير شو فيه شو هو شد للوش. بنشتغل على العضله وبنشتغل كمان على الجلد من بره، فبالتالي نعم. بنعمل زي رفع العضلات الوش ورفع برضو منطقه الجلد. هذا بدون جراحه؟ بدون جراحه. دكتوره ردي شرحي من يدي ويديد، الجهاز هذا شو يسوي بدون جراحه بدون اي شيء، والجلسات مدتها كم وليش وشو جنسيه هذا الجهاز؟ الجهاز ده امريكي. نعم. في طبعا اجهزه كتير موجوده في السوق بس مش امريكيه. ده الوحيد الجهاز الامريكي. ده نمره واحد. نمره اتنين، الجهاز بنقدر نشتغل بيه على طبقات مختلفه. نعم. يمكن لو في اماكن كتير بره بيشتغلوا فيه شو يسوي شو يعني طبقات؟ بنشتغل على من اول العضلات لغايه طبقه الجلد. ايوه الان قصدك انت الناس اللي غير لما يرفعون العضله يرفعون الجلد بس من برا، وفي المراجع يتوقع لنا رفعوا العضله بس. انتوا لا، من احنا بنرفع من طبقه العضله لغايه الطبقه اللي فوق على كذا ليفل. وبنرفع الوش بحيث ان النتيجه دي ممكن تقعد مع اللي استخدم الجهاز، النتيجه ممكن تقعد معاه حوالي سنه سنه ونص. ما شاء الله. الجلسه تاخذ كم وقت؟ وهل ان في الم او في بنج موضعي او شو تسوي؟ لا طبعا البنج الموضعي مش هيجيب نتيجه، لان زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل اساسا على العضلات، فمش البنج الموضعي مش هيجيب نتيجه. لكن احنا بنشتغل يعني في بنج؟ لا بدون بنج. لا بدون بنج والله. مش مؤلم؟ في طبقه واحده هي اللي ممكن يكون فيها بعض الالم بس محتمل جدا ونقدر نستخدمه، احنا كلنا بنستخدمه هنا في السنتر يعني. والامر بسيط يعني مش ألم شديد ولا حاجة. لكن باقي الطبقات كلها فوق ما فيش أي ألم خالص. هو عادة المراجع اللي يجي شو يكون يشكو؟ بيحس إنه عايزة أي حد بيجي بيحس إنه عايز يبان أصغر شوي. زين الأصغر يعني يكون الوجه طايح ويرتنهضونه؟ دي من ناحية، وبنعم كمان هو بيمنع ترهل الوجه، يعني ممكن بنعملها للناس من أول سن الثلاثين لغاية يعني من الثلاثين للخمسين، ده أحسن سن بيجيب إفكت حلو قوي، وبيقدر فعلا الوش ان احنا نحافظ عليه وبنقلل وبيقدر يقلل علامات تقدم الزمن كمان. ما شاء الله. انا ينفع معي؟ لا حضرتك مش محتاج اي شيء. الدكتوره نانسي اول مره اعرف اسمك، على فكره ابو المنك اسمك. اي والله. انزين الجهاز هذا شو ماله؟ ده جهاز، ده من الاجهزه الحديثه خالص الموجوده في الامارات، مش منتشره بشكل كبير. احنا من اول الناس اللي جبناها هنا. هو بيتميز ان احنا اي حقن بيتعمل في الوش او الشعر بيتعمل دلوقتي بدون اي الم على الاطلاق. كيف؟ بالاضافه هو الجهاز مصمم بحيث بيعمل زي تخدير للمنطقه اللي هو بيشتغل بيها عن طريق حاجه اسمها ساكشن. فلما بيعمل ساكشن ده المريض اثناء الحقن سواء في الشعر او في الوش ما بيحسش باي الم خالص. ايوه فده مميز. بنحقن بيه حاجات كتير جدا، فيتامينز، بلازما، حاجات كتير جدا بنستخدمها. يعني عندكم بعد هذا البلازما مال الوجه ومال النضاره؟ مركز دكتور شريف مطر فيه كل حاجه. بارك الله فيك وفي دكتور شريف مطر. عن البلازما وابر النضاره اللي نسمع عنهن وكل شيء شو؟ تمام. البلازما والابر النضاره من الحاجات اللي بتدي للوش نضاره، بتدي للوش جلوينج افكت، كمان بتقلل علامات تقدم الزمن. يعني احنا بنعملها مش بس علشان نعالج حاجه، لا احنا بنعملها كحمايه من ان احنا يطلع لنا تجاعيد، يطلع لنا نمش، يطلع لنا اي حاجه. هي بتحمي الوش عامه في حاجه، دي حاجه صحيه وطبيعيه جدا المفروض كلنا نعملها. الجهاز ده المميز فيه اللي احنا لما بنستخدم حاجه زي كده بيبقى دقيق جدا في الجرعه، دقيق جدا في العمق اللي بنوصل له، بيبقى اوتوماتيك احنا بنظبطه، هو اوتوماتيك بيوصل الحاجه للعمق اللي احنا ظابطينه عليه. انت تشوفين المريض او العميل بتقدرون شو يحتاج وتبرمجونه وروحه هو يشتغل بدون الم. بالظبط. صارت تقدري حقن عن الشعر، شو يعني حقن عن الشعر؟ احنا بنحقن في الشعر حاجات كتير، بنحقن فيتامينات، بنحقن بلازما. والتريتمنت بالذات بتاعت الشعر مميز عندنا في مركز دكتور شريف مطر، لان احنا بنستخدم بعض انواع الفيتامينات اللي مش موجوده بره في اي مكان. والجهاز ده برضو نقدر نستخدمه على منطقه الشعر. دكتور شريف بكبره ما في زيه في العالم. دكتور شريف احنا وين بنصير؟ احنا دلوقتي نمشي على غرفه فيها احدث جهاز لتذويب الدهون في الجسم من خلال جلستين بس. الفرق بين الجلسه والثانيه تقريبا 6 اسابيع، وده المريضه الحلو فيها ان هي خلال 6 اسابيع تحس ان هي فقدت تقريبا حوالي 25% من دهون الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يقول عيب ومنقود وغلط هذا انسان تحس انه مش طبيعي.
مش غلط ان الانسان يهتم ببشرته، يهتم بجسمه، يهتم برياضته، بتغذيته. ترى الوجه والجسم والبشره هذا فيك انت يا البني ادم، اذا انت ما حافظت عليه منو بيحافظ عليه؟ مثل ما تحافظ على جسمك بالرياضه، تحافظ على صحتك في الاكل، تحافظ على بشرك بالكريمات والعلاج والوقايه من الشمس ووايد اشياء. الطب متطور، هذا كل شيء متاح في متناول اليد، فليش الواحد يستحي وليش الواحد يخيل انه يعني زين الواحد يصير لين اخر الدنيا بس عسى يتشيك على بشرته ويتشيك على صحته؟ ليش مكودنا في البلاد؟ بلاد الدكتور شريف مطر من اكبر واحسن الدكاتره على مستوى العالم، يعقد ياخذون له استشارات في جميع انحاء العالم، يستفيدون من معلوماته في فرنسا، في سويسرا، في لندن، في أمريكا، في إيطاليا، في كل دول العالم. في دعوات ويشتل مصرح له في أي وقت يسافر تكتس يحصل بلاش حتى من طيران الاتحاد. المهم أنه اسمه يصير يستغل الطيران الفلاني في سيرته وجيته، الاسم روحه تتفاخر به العرب، لأنه شيء جميل وجيد وفعال ونافع للمجتمع من ذكور وإناث مستفيدين منه، يستفيدون منه حتى العرايس، حتى البنيات الكبار والصغار، ومعروف عند الناس كلها. غير أنا آثرت أني ما أرمس عن هالكلام، ضروري أني أتكلم عن هالكلام. دكتور مميز وشغله مميز وكل حد يشكر عليه. ما هو حالي تسيدة؟ لا حرام، حرام الواحد يتعبث في وجهه. منو قال لك حرام في يتعبث وجهك؟ ويهك طاح ترهدل تغدي تتمايط بكبرك، خشمك محتاس ضارب انك ببريج احتاس ويهك، ما تصير عند دكتور. هذا حرام انك ما تعدل ويهك، حرام انك كلك مطاميط وتشاهد حرمة فقيرة بنية فتاة بكبرك مطاميط، شب هي عليها فقيرة كم بتقهر؟ ولا انت بعد وين بيقهرش الرجل وانت كلك يلود؟ ما بيقهرش الرجل، زاد بيطالع شرق وغرب. لا والله تعدلن وزينن ودزن بالحيل كله. الهندام ما بهو كل شيء، اليسد ابوي، بشرة الإنسان، جسمه، صحته، هذا كله له عليك حد. أنت لازم تعتني في عيونك وخشمك ويهك. أنا ما أطري هذا التنفيخ، لا هذاك شيء وهذا شيء آخر. وصلنا عند جهاز تذويب الدهون. دكتور اشرح لنا بالضبط شو عن جهاز تذويب الدهون. ده احدث جهاز في العالم دلوقتي، جهاز امريكي للتذويب الدهون في الجسم. في بعض الاحيان اللي احنا مثلا بيكون عامله دايت او عامله رياضه، لكن في اماكن في الجسم مش طايعه تروح الدهون منها. ففي الوقت ده الحل بيكون هو الجهاز ده. الحلو فيه ان هو مده الجلسه بس 25 دقيقه. نعم. بيكون فيها الم خفيف مش الم وايد يعني. وبنقدر نشتغل على اكثر من مكان، يعني مثلا منطقه الفخذ، منطقه البطن، منطقه الجنود، منطقه الظهر. اذابه الشحوم اللي فيها. اذابه الشحوم اللي فيها. عاده المريضه تحتاج جلستين. نعم. الفرق بين الجلسه والثانيه حوالي 6 اسابيع. نعم. وكمان والمده كم دكتور؟ الجلسه زي ما بقول كده مدتها 25 دقيقه، وبين الجلسه والثانية حوالي 6 اسابيع، يعني خلال شهر ونص بيكون مخلص العلاج تقريبا. وبنعمل معاه كثافه الفات اللي في المعده ولا الشحم اللي على الارداف ولا الوروج ولا الاكتاف، هل ان تختلف من شخص الى اخر؟ طبعا اكيد بتختلف من شخص لاخر. عشان لا بالنسبه للجهاز اقصد له. طيب قبل ما نسوي الجهاز الاول بناخد الطول وبناخد الوزن عشان نطلع الكتله الدهنيه في او الشحميه اللي موجوده في الجسم. زين. فلو طلعت حاجه اسمها بادي ماس اندكس، لو طلعت اكثر من 33 ما بيناسب، يعني ما يجيش واحد متين 150 كيلو ويقول لي اسوي لي جهاز ده. ما يستوي. لازم يكون وزنه معقول يتناسب مع الجهاز، يعني يكون اوفر ويت لكن ما يكونش كتير متين وايد يعني. لازم كل شيء يتعمل باصول عشان نحصل نتيجه ويستفاد المريض منها. يعني لو ياك واحد وزنه 150 كيلو ما بتقول اسف سامحني. يروح يسوي بس معده، يسوي الحاجات الثانيه، لكن ما بيشتغل مع الجهاز ده. وبعد ما ينزل وزنه ويوصل للوزن اللي يناسب الجهاز ده في الوقت ده بنقدر نسويه. شو اللي يميز الجهاز هذا؟ وشو هل موجود عندنا اماكن ثانيه؟
موجود عند اماكن قليله لان الجهاز حقه غالي مش اي حد بيقدر يشتريه. لكن لو لان عندنا المركز بدنا يكون عندنا كل شيء يكون متكامل من ناحيه البشره من ناحيه الجسم، فعشان كده جبنا الجهاز. زين، طريقه الاستعمال دكتور؟ طريقه الاستعمال بنشوف المريضه، في عندنا كذا واحد من دول بنثبته عن طريق حزام بكذا شكل. هو هذا جهاز مال التبريد ولا غيره؟ هو ده جهاز التدوير. لا بالتبريد؟ لا التبريد جهاز ثاني هحكي لك عنه بعد شويه، بس هقول لك الاول ده بيشتغل ازاي. اتفضل. بنحط الابلكيشن ده مثلا لو مساحه صغيره بنحط 3، لو مساحه كبيره بنحط 4، وفي كذا شكل بحيث حاجات تناسب الزهود حسب الحدود وهكذا الظهر. نعم. ونحط الراس دي بنركبها داخل المكان ده. نعم. وبعد كده بيشتغل عن طريق الليزر، الليزر ما له علاقه بالجلد لكن بيشتغل على الطبقه الشحميه اللي هي موجوده تحت الجلد. الجلد. وبيبدا ان هو يدوبها والجسم بعد كده بيتصرخ الدهون. كم ياخذ وقت دكتور عشان اذابه الشحم هذا؟ وهل هو واضح من نفس الجلسه يذوب الشحم؟ لا او ها يعني النتيجه متى؟ يعني وكيف اعرف مقياس اللي راح مني من الشحوم؟ كيف اعرف ان الجهاز هذا اشتغل في جسمي انا ولا لا؟ بالضبط كده. اول شيء لو انت لفيت معايا هنا، احنا هنا الاول شيء ناخذ كذا وضع للمريض هنا، بنوقفها مثلا كذا وضع مثلا بالطريقه دي مثلا بالطريقه هاي كذا جهاز، بناخد صوره للمكان من كذا منطقه. نعم. بحيث ان احنا يكون عندنا دوكيمنت بحيث المريضه تفتكر عمرها كيف كانت وكيف صارت قبل وبعد. قبل بعد طبعا بنصور مره ثانيه، بس زي ما اتفقنا كده بعد كل جلسه بتفقد بالتدريج خلال 6 أسابيع حوالي 25% من الدهون في المكان المعالج. بعد 6 أسابيع؟ خلال 6 أسابيع. خلال 6 أسابيع. وبعد ما تسوي جلسة تانية بتفقد 50%. أيوة. اللي هو الريدي اللي هي الشحوم الزايدة، وشحوم 50% اللي هي الطبيعيين اللي موجودة في الجسم. سبحان الله. يعني جسم الإنسان دكتور، جسم الإنسان إذا فيه 100 شحوم، الخمسين هذه هي الزايدة، والخمسين احتياج الجسم. الأول احتياج الجسم الطبيعي. الإنسان كل إنسان لازم فيه 50% شحوم. Yeah. ولا أنا غلطان؟ طبعا لو كان أكثر، لو كان أوفر ويت طبعا بيكون عنده كتير شحوم. أيوة. عشان كده زي ما بقول لك بناخد أول حاجة الكتلة الشحمية اللي في كتلة الجسم الأول عشان المريض يستفاد منه ويحصل النتيجة اللي إحنا قلنا عليها. دكتور هذا شو بعد؟ ده جهاز اسمه إيماتريكس، ده بنعالج بيه قطار حب الشباب وتوسع المسام. زين. بيكون في زي راس كده بنركبها هنا وبنشتغل على وجه المريض بالشكل ده. بتحتاج المريض او المريضه حوالي جلسه كل شهر. بنحتاج حوالي 5 جلسات والتحسن بيكون بالتدريج في الاثار والمسام. يعني هذا اختصاص الجهاز لازاله اثار حب الشباب وتوسع المسام البشره. مزبوط. اللي كانت مسام بشراتها الخبوق الكبار يتضوقن واثار حب الشباب يختفن، وحتى لو كان مثل اثار الحفر مال الجدري تقريبا. اثار الجدري نوعا ما بتحسن، لكن احيانا بنعمل معاه حاجه اسمها تكسير الياف. ايوه. تكسير الياف دي حاجه انا بسويها بدون الجهاز، يعني ان احنا بندي زي ابره بنش موضوعي كده وبعد كده بنكسر الالياف عن طريق ابره معينه كده. الحين نحن خلصنا من قسم تصغير المسام البشرة وإزالة آثار الحبوب، صح؟ تمام. اللي هي البثر. Yeah. مكثرهم اللي عندنا الحين. Yeah. وين هني؟ الحين دكتور هني؟ ده جهاز موبيل أشير. يعني إيه؟ ده أحدث الأجهزة لعلاج السليوليت. إيه؟ علاج السليوليت. في بعض الحريم كده بيحس الجلد بتاعهم مثلا زي منطقة الفخوذ أو منطقة المؤخرة زي قشرة البرتقالة كده، بيبقى في احتباس شويه في الجلد يعني ولا مش متجمد، يعني بتعرج. بتعرج يعني مش املس. ها. مثل في هضاب. اه بس هي مثل مثل السفرجل. السفرجل شيء غريب. السفرجل والبرتقال. ايوه ايوه. فالجهاز ده بيساعد ان هو يتخلص من المشكله دي. اها. بكذا طريقه. زي هو في كذا راس هنا بنركبها. في جهاز الطريقه مثلا بتعمل زي سكشن شويه مع حركه ميكانيكيه عشان تصريف الدهون برضو، فبنستخدمه يعني كل المشاكل اللي في الدنيا من الدهون. من الدهون والدوره الليمفاويه اللي موجوده في جسمك. ففي 3 رؤوس زي ما قلت لك كده موجوده في الجهاز ده. اول راس تساعد على تصريف الدهون بعد جلسات السكالب شور. نعم. في راس السكالب شور اللي كنا فيه اللي هو بتاع التدويب بنعمله بالاشتراك مع ده، فبيجيب نتائج افضل.
في عندي يعني تشغلون جهازين، الجهاز هذاك اولا هي بتعمل جلسه من الجهاز الثاني، وبعد اسبوع او اسبوعين فيها تعمل جلستين من الجهاز ده. فده بيساعد على ان هي تتصرف من الدهون بشكل اسرع شويه. وفي نفس الوقت بينعم الجلد وبيشد الجلد، يعني هذا عشان الحضاب والمثل مطبات اللي عليهم بال وكمان زي ما اتفقنا كده بيساعد على تحسن السليليت. فبالطريقه دي بيدي شو هو السليليت؟ السليليت ده عباره عن احتباس الميه في بعض الاماكن زي اماكن الفخوذ زي منطقه المؤخره، وزي ما حكيت كده بتحس الجلد شويه متعرج. نعم. مش املس، فده بيساعد ان هو يرجع المنطقه مسها مره ثانيه خلال 4 جلسات. سبحان الله. ما يبغي جلسات وايد دكتور؟ بالضبط كده. في بعض الاجهزه بتحتاج عشان توصل للنتيجه اللي بنحصلها في 4 جلسات 25 جلسه. لا اله الا الله. الحلو فيه ان هو 4 جلسات بس، مش زي فلذلك هذا هو احدث الجهاز وسريع، والمريضه بتحس بفرق كبير. في عيادات ثانيه عندها مثل هالجهاز؟ طبعا في بعض العيادات، بس في منه كذا موديل. يعني احنا عندنا احدث واحد اللي هو الفيلا شيب 3. ومنو يشتغل على الجهاز هذا؟ في عندنا حرمه هنا بتشتغل عليه، خبيره التجميل بتشتغل عليه. نعم. في خصوصيه بالنسبه للحريم ان في واحده حرمه بتشتغل لها، فبالتالي هي بتحس براحه. دكتور على فكره انا اجري واسوي رياضه، لكن بعدني ما زال في عندي نسبه فات. يلا حاضرين. لا والله ما امزح دكتور. لا وانا مش بمزح. يعني بترمون تسوي لي؟ اكيد طبعا حاضرين. وبيخوز؟ ان شاء الله. يعني ان سويت بكره شو؟ بكره خبير. بكره عندنا شيء شغل ولا ما عندنا؟ في شغل عندنا بكره؟ عندنا تصوير منزلي. هي لا تصوير منزلي العصر. تصوير منزلي العصر. دكتور بكره بيجيك مهالوقت الضحى العالي. تشرفنا. تسوي لي موعد حق هاما اداره الشغل. حاضرين من علي. صدق ولا لا؟ لا لا من قلبي طبعا، انا كلامي سيدي. جزاك الله خير. ترى على فكره بصور حتى انا بكره، كما بظهر بطني اخيل بصورني وصلت يعني. يلا. الدكتور شريف مطر غني عن التعريف، والعارف ما يعرف اللي في مجال التجميل وعلاجات وأمراض البشرة. الناس كلها تعرف هالموضوع، مش محتاج دعاية ولا بمحتاج تعريف. لكن أنا يوميتها في اليوم ما هان علي إن عندها هالأجهزة الحديثة اللي مش موجودة في أكبر وأعرق العيادات في العالم وما أرمس عنها. ليش لا؟ ليش لا؟ ناس وايد بتستفيد، ناس وايد بتحصل فايدة، ناس وايد عندها مشاكل في البشرة وتبي الفكاك من فتحات المسام وتبي الفكاك من الأمراض الجلدية اللي عندها. ليش الحين الواحد ما يساعد؟ دكتور نحن وين الحين؟ نحن في غرفة خبيرة التجميل. عندنا هنا حاجات كثيرة بنقدر نسويها، زي تنظيف البشرة، التنظيف العادي، وفي التنظيف المائي اللي بنسميه الهايدرافيشل. في شو هذا؟ ده عبارة عن جهاز بيبقى فيه كذا حاجة. نعم. بيشتغل على تنظيف عميق للبشرة، بينظف المسام، بينظف الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، بنضخ بعض الفيتامينات لتغذية البشرة. نعم. بنعمل معاه كومبينيشن ببعض الكريمات وبعض البرودكت اللي بتدي نضارة للبشرة كمان وتفتيح. بنشيل الجلد الميت. تقشير. لا هو يعني زي ما بنقول عليه زي صنفرة اللي هو الكريستال بيل. اللي هو تشير الكريستال. اللي هو الخفيف ده. نعم. بنقدر نعمله عن طريق الأشياء دي كلها. فبيستخدم مع العلاج اللي احنا بنسويه، بس الناس عندهم حب الشباب، عندهم تصبغات، عايزة نضارة، عروسة عندها مثلا عرس قريب محتاجة شوية نضارة للبشرة. المرضى اللي تجيبونهم الغرفة هذه ليش؟ بالاضافه للجهاز ده طبعا في بعض الحريم مثلا بيكون عندهم بعض التصبغات في الجسم. حريم ولا رياي؟ حريم ورياي، بس اكثر حاجه الحريم، لان هنا لو عايزه حرمه تسوي لها مثلا تقشير حق الجسم، فعندنا البنات هنا للجسم؟ يا للجسم ولا بس للوش؟ لا التقشير الوش انا بسويه، لكن تقشير الجسم عندنا البنات هم اللي بيسووه. يسوون بعد تقشير للجسم؟ يا والله يا شوف انت، وهالشيء متعب يعني؟ لا لا مش متعب، عباره عن محلول كده بيطلبيه مثلا منطقه الكوعين او الركب او اي مكان ثاني فيه تصبغات. وبعد كده بعد كم يوم بيقشر الجلد بالتدريج، فبيفتح المكان مع استخدام بعض الكريمات، فبتحصل نتيجه ان شاء الله. كمان بيتعمل عندكم هنا؟ هنا كمان في عندنا حاجه اسمها الديرمارول، ده بنحط بعض الفيتامينات، بعض مواد التفتيح مثلا على البشره، والبنات بيسوي زي رول كده، بيبقى فيه زي دبابيس صغيره كده على الوجه، فبيساعد على امتصاص المواد دي داخل الجلد وإعادة نضارة البشرة. Thank you girls. Thank you. اللي موجود دكتور؟
احنا نشوف الجهاز ده اللي هو من الاجهزه السريعه لازاله الشعر في الجسم. موجود في كل مكان دكتور هذا؟ موجود في اماكن كتير، بس هو بيتميز ان فيه راس كبيره هنا، فدي بتقدر تشتغل على مساحات كبيره في الجسم وبتخلص. ايوه يعني بدال العذاب مكان صغير 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 هذا يعني مره ضربه عن ضربتين الجسم اسرع يعني. أيه. بيخلص بسرعه. هاي يسموها ضربه المحله. بالضبط. يعني بدال ما يكون الموجودات في العيادات اللي من غير عده رؤوس صح ولا يعني رؤوس أصلاً. هو بيبقى فيه راسين، في راس صغيره في الاماكن الصغيره زي الوجه مثلا او الشفه العليا مثلا. في راس كبيره دي حق الجسم. ايوه حق الجسم بعد. فبالتالي دي الراس الكبيره دي بتخلص الجسم في الحاجه بتخلص في 4 ساعات، في الاجهزه الثانيه ممكن تخلص في ساعه في الجهاز. والله فبيختصر وقت كبير وفي نفس الوقت ما فيش الم. يعني هذا مثلا للظهر للي اللي يهنون ظهره. كان أيوة. كبير بيبقى بالنسبه له الراس كبير افضل. وكم جلسه الدكتور ياخذ؟ وعاده ما بين 5 ل7 جلسات، كل شهر بنسوي جلسه تقريبا. ويخوز هذا اللهاب كامل؟ معظم الشعر طبعا بيخوز، لكن بعد كده هو عباره عن تخفيف دائم للشعر. بمعنى ان الشعر بعد 5 ل7 جلسات معظم الشعر بيتيح. وما بيطلعش مره ثانيه، بيبدا الحاجات بسيطه مش مزعجه بالنسبه للمريض. سبحان الله. شكرا جزيلا دكتور. بارك الله فيك. طلعنا نصور في اللوحه بس من منظر من برا، ما رنا ندخل لان في مراجعين داخل، فما فينا نتريى. وقلنا بس اللي هو الموضوع الا شرح عن الجهاز هذا انه من اجدد الاجهزه الحديثه وفعال اكثر وينفع للمساحات الكبيره والصغيره. ويعني بدال الشغل ماي ازاله الشعر تاخذ ساعه وساعتين، هذا في 5 دقائق. الجهاز أكبر وفعالية أكثر وأسرع، والحجرة المشغولة على هالأساس ما رمنا ندخل نصور. حتى غرفة صلاة شيء ما شاء الله عليها. دكتور الجهاز هذا ليش؟ ده حاجة اسمها كربوكسي سيرابي، العلاج بغاز الكربون. ده عبارة عن زي غاز موجود داخل الجهاز وبنركب زي إبرة صغيرة. بيعالج كذا حاجة، يعني ناس مثلا عندها الهالات الصوت حوالين العين. زين. بنحط زي الإبرة هنا فبينفخ غاز في المنطقة اللي حوالين العين. زين. ده بتساعد على تنشيط الدورة الدموية وإزالة الاحتقان الموجود في الهالات الصوت حوالين العين. الهالات الصوت اللي هن السواد هذا اللي تحت العينية. بالظبط، يعني فوق وتحت من ناحية في الجفن العلوي والجفن السفلي. إبرة يعني؟ إبرة فيها غاز. أها. تمام؟ الغاز ده بينشط الدورة الدموية وبيشيل الاحتقان على جلسات. يعني بتيجي عندنا المريض او المريضه كل اسبوع بيسوي جلسه، خلال 8 جلسات بتحس السواد خف بدرجه كبيره. الدكتور يسوي الجهاز هذا؟ كمان بنفس الطريقه دي بنستخدمه للناس اللي عندها تشققات في الجلد بعد الولاده او نتيجه لتغير في الوزن بتاعها، مثلا واحده متلت شويه الجلد بيتمدد ويسوي خطوط حزوز. فبرضه نفس الشيء بنحط الابره تحت الجلد وبينفخ الهواء او الغاز ده. ده بيساعد على تكوين كولاجين جديد، فبتحس ان التشققات الموجوده في الجلد بتبدا تتحسن بالتدريج. يعني تاخذ كم جلسه؟ برضه نفس الحكايه تقريبا حوالي 8 جلسات بنعمل كل اسبوع جلسه والتحسن بالتدريج. ما في شيء سحري مره واحده؟ لا الحاجات الصعبه ما فيش حاجه سحري، الجلد محتاج صبر. زي دكتور والحناحين هالحنحون اللي في هذا اللي هنا. الحنحون اهم شيء هذا. الحنحون اللي هنا بنشوف لو في ترهل الجهاز اللي احنا حكيت عليه الدكتوره فوق. زي. ولو في شحم؟ لو في شحم في عندي ابر بنحقنها في الحنحون هنا. نعم. بنعمل كل اسبوعين جلسه. نعم. تحتاج المريض حوالي 6 جلسات، ومن اول جلسه خلال اسبوع بتحس ان هي تحسن شويه. سبحان الله. دكتور قبل شوي تكلمنا برا او فوق اعتقد عند ابر البلازما. ابر البلازما ما اعطيناها نحن حقها في الكلام. شو نوع ابر البلازما اللي عندك؟ في عندنا النوع ده من يعتبر من اغلى واحسن انواع البلازما اللي موجوده في العالم كله. ده عباره عن منتج سويسري. نعم. وبيبقى مخلوط معاه حاجه اسمها حمض الهيالورونيك. نعم. ده بيساعد ان هو بيدي كتير نضاره للبشره. بيزود سماكه الجلد، بيحسن المسام، بيحسن الهالات السود اللي حوالين العين، بيحسن الخطوط الرفيعه اللي موجوده في الوش. ومن اول جلسه خلال 10 ايام المريض بيحس بفرق كتير. زي ايه الفرق كتير؟ بتحس ان هي جلدها انعم. نعم. سماكة الجلد احسن، المسام افضل، الجلد بترطب بشكل افضل، ما عادش عندها جفاف. اللي شو طريقة العلاج هذا دكتور؟ ده عن طريق ابر. اول حاجة بناخد حوالي 10 سنتي دم من المريضة. نعم. وبنحطه هنا بنفصل البلازما. نعم. وداخل انبوبة البلازما بيكون في حاجة اسمها حمض الهيالورونيك، فبيتخلط مع البلازما
بالطريقه ديت لما بنحقنه في الجلد بتحس المريضه كثير نضاره. طريقه الحقن وين تكون؟ ابر في وين اي موقع؟ في الوش، بنحقن حوالين العين، بنحقن منطقه الرقبه، دي كل الاماكن اللي بنعملها. واحيانا في بعض الناس مثلا بتشتكي من تجاعيد في الايدين، برضه فينا نحقنه ونحقنه في الايدين. الفايده بعد كم؟ هو عباره عن زي بنايه بتبنيها طابق فوق طابق كده. فمن اول جلسه بعد 10 ايام بتحس بتحسن، بعد جلسه ثانيه بيكون التحسن افضل، ثالث جلسه بيكون التحسن ممتاز، وبيضل معاها تقريبا من 8 شهور الى سنه تقريبا التاثير بالعلاج هذا ان شاء الله. شو يفيد؟ مسام، تصغير المسام، نضاره البشره، تحسين سماكه الجلد، ترطيب الجلد، تحسين الهالات السوداء، تحسين التجاعيد الرفيعه اللي في الوش. سبحان الله سبحان يعني. الله. وفي كمان نوع ثاني مخصوص اللي هي تساقط الشعر. بنخلط معاه بلازما نوع ولا نوعين؟ شو ليش ليش انت عندك غالي؟ شو السبب انه غالي؟ الغالي لان يعتبر من احسن ومن انقى المنتجات، وبيطلع نسبه صفائح دمويه كبيره عاليه جدا. الصفائح الدمويه دي بتبقى غنيه بحاجه اسمها جروس فاكتور او عامل النمو ده، وده بيساعد على تكوين الكولاجين بطريقه افضل من الانواع الاخرى. في اماكن وايد عندنا في الدوله عندهم هذا، غالي لانه غالي سعره، مش رخيص، لذلك يعني تكلفته غالي صح؟ بالضبط كده. انا يصلح لي ولا ما يصلح؟ اكيد يا راجل. ما بتاثر عنك. جزاك الله زين دكتور. يعني كم جلسه هذا؟ 3 جلسات، كل شهر بنسوي جلسه. يسووا لي يعني هذا، سووا لي مال البطن حاضرين. جزاك الله خير. هل ينفع للشعر؟ في نوع هو نفس اللي قالت عليه الدكتوره ولا غيره؟ لا بس بالنسبه للبلازما للشعر بنخلط معاه مش حمض الهيرين، بنخلط معاه حاجه اسمها بيوتين. بيوتين ده عباره عن فيتامين مهم قوي لتساقط الشعر. زين. فالخلطه دي بتدي نتائج افضل بكثير، بتغذي الشعر وبتنشط نمو الشعر مره ثانيه. الناس اللي هي بتشتكي من موضوع التساقط اللي شعرها رفيع واللي تحيد راسها مخاقه هالكبير، لا ابوي يتي عند الدكتور ويخليه ابدا راسه يربط الخيل، راسه من غلبه راسه يربط الخيل غادي. صح دكتور؟ ان شاء الله. بارك الله فيك. عيادته دكتور، وهذه الله يحفظكم صيدلية الدكتور شريف مطر. السلام عليكم. ازيك يا دكتورة؟ الله يسلمك. دكتور شو داخل الحين هني؟ شو هذا؟ هذا اللي أنا أشوفه الحين، أنا يتهيأ لي ما كأني داخل صيدلية عادية، ولا أنا غلطان؟ أكيد طبعاً، إحنا هنا بنختار الحاجات المهمة للعناية بالبشرة، عناية بالشعر، عناية بالجسم، العناية بالأظافر، كل شيء ما يهم الجمال الجلد والشعر والجسم. وايد اشوف اشياء مميزه يعني مش ما تلقطهم في اي صيدليه يعني. وده واجبنا طبعا، احنا نحاول نقدم كل ما هو جديد وكل الخدمات المميزه للمراجعين ان شاء الله. وبالاخص هاي الدكتوره ما شاء الله مميزه وايد. ميرسي. كمان ميرسي. شو اسمك دكتوره؟ دكتوره هايدي. ها؟ هايدي. هايدي ما شاء الله عليك. تعرفين شو معنى كلمة هايدي صح؟ هي كلمة خبرينا شو معنى كلمة هايدي؟ معناها قطة الوديعة. قطة الوديعة؟ يعني على حسب معلوماتي، بس أنا مش متأكدة مرة. والله تشرفنا بشوفتي دكتورة، وشكرا جزيلا. أهلا بيك وشرفتنا. أهلا بيك. كل شيء عندك مميز دكتور، أنت قطة مميزة والدكتورة مميزة وكل شيء فيك مميز وكل شيء عندك مميز. شكرا جزيلا. ميرسي. ها؟ ميرسي. اي زين. دكتورة شو هاي العدة كاملة حينة؟ ده مينرال ميك اب، وده مميز جدا عندنا. ده هذا الميك اب العادي؟ ده كله ده ميك اب عادي، بس زي. ده باودر. سان بلوك على شكل باودر. زين. قصدت يعني السان بلوك هذه نحط بعد الميك اب؟ بعد الميك اب. زين. الميك اب يعني ممكن هي الواحد اي حد يحط ميك اب صبحي كريم وبعدين الميك اب فوقيه. زين. سان بلوك كريم وبعدين ميك اب فوقيه. وبعدين اثناء النهار احنا لازم نزيد السان بلوك كل ساعتين. زين. بدل ما تشيل الميك اب وتحط سان بلوك جديد. فبنحط الباودر ده اوفر ذا ميك اب على طول فوق الوش. ما يخرب الميك اب اللي سويته لنا؟ لا خالص خالص. والله. بيدي حمايه من الشمس واس بي اف 50. وفي 3 كولرز منه على حسب درجه البشره. في الفير والميديوم والتان. يعني هذا ينحط فوق الميك اب ما يغير شكل الميك اب اللي الحرم حاطه ثاني؟ سهل جدا، هو عباره عن براش كده بس على الوش كده، وتقفلها وتشيلها معاك في الشنطه. شوف انت
ماك باج. شكرا دكتورة. عفوا. قلتي لي اسمك دكتورة؟ هايدي. هايدي شكرا دكتورة. شكرا. بارك الله فيك. دكتور شريف مطر اللي عاوز يجي اللي عاوز يجي عيادة الدكتور شريف مطر موجودة العيادة بين الجسرين وين؟ بالقربة من سفارة تايلاند ومركز الإحصاء. أنت منور يا دكتور. الله ينورك. الله ينور عليك. أبوي موعد الحفل مال سلطنة عمان تاريخ 19 نوفمبر أسبوع الجاي يوم الاثنين، وأنا متلبس مزهب عمري وزالق الوي شو بقولكم، والموعد أبوي تاريخ 19 أسبوع الجاي يوم الاثنين. أنا أبو أنا حاشر الدنيا من البارح اليوم كم مرة، أنا أبو محد منكم رامي ذكرني يقول العزيم أسبوع الجاي ما قبل اليوم الاثنين الجاي. يا ربي عندك والله توني انتبهت لها الحين. يا لومي فيكم يا لومي فيكم سامحوني. الاسبوع الجاي ترى ابوي العزيمه مشى محسن شوف ودهن هناك ابوي ودهن خلينا الاسبوع الجاي ذكرني نتصل في منهل ونخبره. اكيد منهل ابوي ترى الاسبوع الجاي العزيمه ما باليوم يا هي السالفه. يا مرحبا ابو احمد والله مليون مرحبا وليس الدف. ها عليكم السلام. وين جايين؟ ما بنياس يا صلاح شو بلحم مستعير؟ صلي تاخر انتين اذان داخل بنياس اذن عليك ببن ياس وحين تبا وصلوا وخلاف بعدين يروح يصلي هو هي عبد الله. ايه زين ليش يا عيال اليوم انت ما بتيلس عندنا ليش يا عيال؟ لا بابا انا ها يعني مش على اول ايه يعني بتيلس احنا مستعيل شاي اول شاي بيت عندك الشاي والقهوه وكل شيء. صليت انت؟ لا والحمد لله متوح حالك صليت بعد تكذب فور هود ذس وان يا سلام بتقهوى قبل لو بتفاول اول شو حاطين ها في فاي ويح في فاي وشمام ها شمام مشهدي حلو شكر هالاصفر شي طولان مخطط وايد فنان شكر ريج وهل في فاي تعرفون عاد ما يبالي رمسه شوف منو جاي منك جني لا جني سلم على محسن صلاح صلاح منو هذا؟ موزز يا صلاح شو موزز 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 غرب الله من علمك هالكلمة محسن موزكس عليك موزكس جاي تنك عصبة؟ ها والله انت يلا يلا سوي لمحسن سوي لمساج كابتن مساج انت ها صلاح تعرف هذا منو؟ ها كابتن محسن مال المساج الله يا صاح تقول لي أول يوم تعرفت عليه محسن في مصر في اسكندرية قبل كم سنة؟ 2003 يعني كم سنة؟ 13 16 سنة من 16 سنة أول ما تعرفت عليه سلام عليكم قلت له من حضرك؟ قال لي أنا الكابتن محسن شفت لا الأسبوع لا الأسبوع أسبوع كابتن ولا الشيفة كابتن ولا شياته براد بالأخير أنت شو تسوي؟ قال تسوي مساج قلت له بكم؟ قال لي الجلسة بكم محسن؟ $100 كذاب 200 إيه قال أسوي الجلسة $200 كم محسب $200 شو؟ $200 ها 200 دوياي لا مش دوياي $1 دوياي إنزين البراد قال $200 قلت له يا صاد تصدق قلت له زين ما علي اجي قدام الدكان تاخذ لي قرشة ماء بجنيه لين اركب الفندق فوق واتحاسب وياك. قال لي ما اعيش.
قلت له يا دي توحين انت تسوي الجلسه ب $200 وما عندك 10 جنيه؟ اسمع انت تبى انا جاي الحين اسكندريه بين اسبوعين كل يوم لك كم؟ 50 جنيه بعطيك كل يوم 50 جنيه 50 جنيه 50 جنيه بترابعني من تصبح ما يفارج بيني وبينك الا الرقاد تبى زين على زين ما تبى ابوي يدور لي بيعطيك $200 قال حاضر يا فندم ومن هاك اليوم لصق لصقه وحده لين يومكم هذا السنين اختفت وانا صابر على الكذب واللواتر ها منو حفيظ؟ ان شاء الله دقيقه حبيبي المراد صبرت عليه وعلى كذبه هالسنين كلها والمراد وعشنا طول هالوقت حبيبي ويصير ويا زياد عاد الحين بنسوي له اقامه بيستوي يشتغل عندي مش صديق فرق بين الصديق ويشتغل هذا يشتغل عباره واحد يعني من عيالنا عباره يستوي من هالبيت ويا كم ودي ويازلي واتفقنا ان في سيرتي وييتي يكون وياي وين ما سير يعني شغله براتب ففرق بين الصديق والموظف هذا عبارة موظف لكن براتب موضوع هذا كله لجل الناس تعرف انه شو يتحمد الله سوي شي صراحة اوني وايد وايد تكلم انا اصبر عاد دقيقة زين ففرق بين الصديق والموظف الصديق اللي يباكل نفسك والموظف اللي يباكل بيزاتك فمحسن موظف وغيره موظف كان وظيفته عقيد الركن لواء مهراجة شاهنشاه ترى موظف ساعة يوم بيجي عند شخص لجل فلوس اسمه موظف مهما تكون وظيفك أي وظيفة أنا أكون وظيفتي عميد في سلك دبلوماسي ما يسمونه وي عند فلان أيلس لجل يعطيني شيء عبارة موظف هي نعم لأن يالس عنده لجل أتريا معاش عبارة موظف أستحمله لأنه يعطيني معاش وأمشي في شورة اللي يباني أسويه بسويه لأنه يعطيني معاش أمجده أخلده أقول له أنت مولاي وأنت بذاته مجبور أقول له هذا يوم أبا أتم عنده وما بغيت بشتل حالي حال من اشتل فهمي ولا أنا بهفي ولا أنا فهمي هي نعم لازم يكون العرب عندها فهمي لازم الناس تفتهم القصد قصد المعنى يلا ايش عندك الحين أنت إن شاء الله الغالي عندك دوام أنت تحاتي الإجازة لا تحات عيد الاتحاد؟ عيد الاتحاد الحين؟ لا يا حبيبي وينك وين عيد الاتحاد؟ لا خيمة اتحاد ما بالحين حبيبي شهر 12 2 ديسمبر لا 2 ديسمبر ديسمبر 12 هبا الحين عيد الاتحاد شو تبي؟ يا كول ده اي سكريه ويلي تو والله لا تزوجت مدام ما اي تراي تو كول ذم نو وان از سبيكينج سا كان يو كول اوكي تعالي تعالي ام الحنايا يدفوها على السيف كلها صبيان تير الميادي فاي ام الحنايا ام الحنايا هاو ار يو وي مس يو اي مس يو تو زين وات يو وانت ناو No, don't open this one. There is one, another open. Huh? Maybe finished. We will talk later. خلينا. They need it. ها شو صلاح؟ شو حق منو تقول روح انت حينا؟ هذا بيقف هذا يقف. انت خليها بواحد شو المشكلة؟ زي شو تريد انت صلاح؟ خلاص. ها؟ روح. وين تروح؟ بيتي خلاص. ومحسن؟ بابا بابا. شو اسمه دلوقتي؟ صلاح بيرد مصر. مش قاعد للصبح يقول لك انجلع روح انجلع روح عشان تروح انت
زي تحت تحت داون هو ميكت يمين ان مسارين سارة ما بمصارين مرسلين مرسل. هذا ابوي الفقاع خاد منه ابوي هذه خدمة ابوي يمين ومرسلين بنقولكم عادة اذا انه لا قولي له ايوه ما خبركم على كان زين ولا زوين دافعين دهمك الله دهم يحزنون غرب الله تحفيد هذا نحن الفقاع مالنا الفقاع الفقاع غير والقيمات غير القيمات هاك القروس الصبح الصبح اللي هنمو اللي شرات الجباب لكن مصغر لكن عينت ما يخصها في الجباب ولا يخصها في الفقاع عينت القيمات روحها هذاك يسمون القيمات هذا اللي حين صورناه اللي هو هذا هو هذا اللي اسمه فقاع باللهجة الإماراتية باللهجة هالمصر لقمة ايه؟ لقمة الأودي لقمة شو؟ الأودي يا رك الله زلبية زلب الله راسي هذا لقمة الأودي يقولون عليه المصريين وحل أردن وبلاد الشام يسمونه عوامة وحل جدة ما ذكرت يعني كل بلد لها اسم معين لكن اللهجة الإماراتية فقاع الخنفروش غير والفقاع غير والشباب غير والقيمات غير كل شيء له مسمى مش معناته ان نحن صح وغيرنا غلط لا هاي اللهجات وحد حد يكون صايب حد يصيب الهدف وحد ما يصيب وحد معلوماته غلط وحد صح لا حد ياخذ على حد هذا هو كل الموضوع تقصير دوب تقصير دوب وخوض في الماضي والحياة والتراث مجرد كل هالمواضيع كلها اللي أنا أسويها لرسم الابتسامة الهدف الأول والمنشود الفائدة العامة ورسم الابتسامة على محيا كل إنسان موجود في الكون قيس مقدرتي ومعرفتي الله أكبر وعظم وصفة الخنفروش وطريقته ومكوناته كل موجود بوي على الانستغرام على اي جي تي في اي جي تي في ها هذا مربع الطرفاني هذا اللي فيه اللي فيه وينه مغلبله هذا ها دقه هالنمونه هي ها موجود المكونات والطريقه وكل شيء بو تصبعي ما بطع يصير فوق زين موجود ابوي على الاي جي تي في بس عاده زين فاللي يبقى موجود ها ردا للي المسجات اللي يقولون نزل لنا المكونات نزل لنا المقادير في الانستغرام نزلت في الانستغرام لكن ما في المربعات هاي الصغار اللي تحت لا فوق هذا يوم يستوي شيء طويل مت أكثر عن عشر أكثر عن خمس دقائق هذا من دقيقة لين عشر حلقة كاملة بس عليكم الرمسة حين بسير النادي كان شيء مميز صورناه ما شيء مميز ردينا هو كان شيء بعد رمسة صغيرونة عديناها ما شيء رمسة ولا باكر اللقاء أقول لكم تكملة الموضوع المساعي الموضوع المساعي بس أنا أتكلم عن الموظف والعامل في قانون دولة الإمارات الموظف اللي في الحكومة اسمه موظف أي إنسان يشتغل في الحكومة اسمه موظف واللي في القطاع الخاص يسمونه عامل هذا مسمى فحد من العرب ممتهن مهنتين مهنة موظف في الحكومة وعند حد من العرب عبارة عامل لأنه قطاع خاص ولا أنا غلطان هي والله المقصود فهمه أن أي إنسان يتقاضى مردود مادي عيني أو عطايا أو هدايا ثمينة من عند حرمة تشتغل عند حرمة تزورها لأجل شيء أو ريال يصير عند أوادم عند ريايل ميلس برزة خيمة عريس صندقة يزير حالة أي شيء ويتقاضى شيء مقابل هالسير واليي معناته عامل ولا أنا غلطان ترى يتقاضى إذا أن ما يتقاضى شيء آخر لكن دام يتقاضى ترى عامل أيا كان مسماه
ايا كان اصله فصله في الحكومه يشتغل موظف، عند الاوادم يشتغل عامل. فاهمين ولا انا فاهمين؟ يلا بس عاد عليكم. دار عنده حقه هو، لا حطينا اسمه هو. عاد سلم عليك الخالدي حبيبي، اي لاف هيم. ما ابالغ اذا قلت لكم تحرى طر الجربه في الجيم، تحرى طر الجربه اليوم في الجيم. امك لا اله الا الله، كل الاقسام لين عين الجيم، فل فل ما شيء مكان، حتى ويت روم تمشي هاي غرف الكلاسات وما ادري شو كلها مزره لين عينها. يا ربي الجيم اليوم.